إذن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير، ولا يعني التنازل، فهو إقرار بالحق في حرية التفكير وحرية الدين وغيرها، ولا نميز بين جنس وآخر سواء في الجنس أو اللغة أو الأصل، على أساس كلنا واحد. إذن من هذا كله نستنتج أن الإسلام يؤمن بحرية التدين والاختلاف في الرأي للعيش في سلام. هنا لماذا يؤمن الإسلام بهذه الأمور؟ بالطبع لكي يستطيع الناس أن يعيشوا في سلام وأن لا تكون بينهم حروب. قال آنس بن مالك: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان لا يظلم أحدا أجره. إذن هنا نستنتج: يجب علي أن أكون متسامحا وأهضم غيظي وأعفو عمن ظلمني وأتجنب ظلمهم وأصبر على آذاهم. يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال أيضا: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذن انتبهوا معي، سنوضح الآية الأولى. يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه، يعني من أمسك غضبه وهو قادر أن ينفذه، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق. بالطبع هذا في يوم القيامة فقط، لأنه لم يغضب، الذي يكون شديد الإخفاء لما يشعر به من حزن. إذن ما الذي يبعدني عن غضب الله عز وجل؟ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يدخلني إلى الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. إذن هنا لماذا جعل هذا التواب لمن حبس غيظه؟ الجواب لأن مسألة حبس الغضب ليست سهلة على كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.